بسم الله، النهاردة هنتكلم على الزون. عشان أظهر شغل الزون هبدأ أرسم بعض الغرف روم. هختار نرسم على هيئة ريكتانجل بالشكل دوت. هقول له زون، هدوس عليها مرتين عشان أدخل في الخصائص بتاعتها. هنا اقدر اكتب اسم بتاع كل غرفة، هتبقى الزون لحد فين، انا دور من الادوار، الصف الور سيكنس هتبقى قد ايه، هترسم ازاي، هل هرسمها ريكتانجل او هل هرسمها حسب شكل الغرفة، الفلور بلين هل انا عايزه يبقى ليه شكل معين، يعني ممكن اختار اي هاتش. تمام، اقول له اوكي وابدا ارسم. ممكن ارسم على هيئه ريكتانجل او على شكل بوليجن ايت. انا ممكن اجي مثلا اقول له انا عايز ارسم بالطريقه ديت، ارسم مثلا الحته دي كده اهي، من هنا لهنا لهنا لهنا. اول ما بخلص الشكل باجي في النص واروح دايس مره واحده، تبقى دي الزونه ديت وليها الخصائص بتاعتها والاسم بتاعها وكل المعلومات الخاصه بيها. طيب في طريقة أسرع من كده، إن أنا أقول له حسب الغرفة أو حسب الحوائط المحيطة بيا، فهدوس هنا وأقول له خلاص دي بقت غرفة وليها الهاتش بتاعها. ممكن أغير الهاتش في أي وقت، أعمل عليه سيلكت وأروح مختار شكل آخر أو غرفة تانية بالشكل ده مثلا، وممكن أجي في الزون اقول له انا محتاج مثلا ان دي يبقى شكلها جيتر مثلا. مثلا غرفة زي ديت عايز اعمل فيها زون كمان، زون اقول له حسب الغرفة اهي، بروح دايس مرتين هنا. طيب لو انا عايز اغير المعلومات ديت، اعمل سيلكت وادخل في قلب خصائص الزون واقول له دي الغرفة دي، لا دي الغرفة دي مثلا اسمها ريت روم، غرفة الفريم مثلا، والنمبر بتاعها هيبقى ايه، ريت 13. الفلور بلان شكلها في الفلور بلان هيبقى عامل ازاي، هيبقى بالشكل ده مثلا. تمام، لو بصينا ليها ريت روم طيب لو انا رحت لل 3 دي، اروح للفيو element in 3 دي، فلتر اند كات، واروح مختار من هنا الزون. وممكن اطرح اي شيء انا مش عايزه، وليكن مثلا مش عايز انا الدور مثلا، اقول له اوكي، الاقي الزون ظهرت معايا بالشكل دوت. ممكن في اي وقت اكبر الزون او انقصه زي ما انا عايز. اجي هنا سيلكت على اي نقطه فيهم واقول له انا عايز اغير في الزد ستريتش هاي، واطلع بيها او انزل بيها زي ما انا عايز. يعني ممكن مثلا انا اكون عايز اطرح جزء معين، هاجي هنا ادوس كده وانزل شوية بالزد بالشكل دوت.